لو الحكاية فيها إن فيجو قول لي يا عم جرجس، انت دلوقتي موجود في قهوة ريش ليك كام سنة؟ أنا 43 أكثر من 43 من 43. قول لي القهوة ريش كان مين بيقعد عليها زمان، وهل الناس اللي بيقعدوا زمان زي الناس اللي بيقعدوا دلوقتي، وهل الحكاوي اللي كانت بتتقال في قهوة ريش زي الحكاوي بتتقال في قهوة دلوقتي ولا الجيل اختلف؟ احكي لي. لا كل وقت له أديان، يعني كل وقت له حوارسه، كل وقت له يعني تغيراته، كل واحد ما بقاش يعني كل بيتغير كل يوم والتاني فيه تغيير، فيه تعديل، فيه حاجة جديدة، فيه ما يمشيش على طول مرسى واحدة كده يعني. فما ما فيش، ما هي القهوة بتاعتنا كان طبعا الصبح بيقعد عليها جا الأدباء والمثقفين والصحفيين، وبعد الظهر كان في فنانين وبتاع، كان في زمان القهوة يعني كان مليان كده. قبل الثورة كان في صاجات ومصريين، وكان كذا ملح في مصر يعني، كانش في كان أصحاب مع بعض فريق يعني، ما كانش في يعني حاجات زي كده، كلهم كانوا أصحاب مع بعض، كانش في حاجات من كده يعني، كلهم كان يعني طبعا بعد الثورة تغير الحال، ناس مشيت وناس اترفعت وناس كانوا تحت وناس فوق، يعني الوضع بيتغير كده يعني. زي مين مفكرين الأدباء والصحفيين كانوا بيقعدوا على قهوة ريش؟ كل عندك يعني ممكن تدور عندهم فكرة كده يعني. زي مثلا زي صالح جودة، زي شاعر، زي مأمون شناوي، زي أمل زنطي، زي نجيب سرور، كل اللي قاعدين دول، إبراهيم منصور، عباس الأسواني، كل الناس دول كان زمان هنا عندنا، كلهم عبد الرحمن الخميسي، شرقاوي، دول بتوع أخبار اليوم، مصطفى أمين وعلي أمين، ودول طبعا صور ثلاثة سورية كده طبعا. وده كان شاعر عبد الوهاب بيات، كان عراقي، كان زبون هنا. ده صلاح جاهين معروف طبعا، وده لسه ميت دلوقتي قريب، جوز الشاهين يعني. زمان كل زمان كان هنا معروفين يعني، تقريبا كده يعني، هو كلهم كده تاخد فكرة عن مين دول. ده ايه ده يا محسن؟ لا دي حاجات بس يعمل توجيه كده. دول يعني لسه ما اجلناش، لسه مات قريب اليك، ده صحفيين كلهم كمال ملاح دول. وجالي هناك ابو علاء الاسواني، عباس الاسواني، علاء الاسواني ابو عباس، ودي بجاء خيري، ودي طبعا مع ام كلثوم رامي، ودول كان بيعرفوا الاغاني دي. كل الناس دول كانوا بيقعدوا هنا على القهوة كل زمان، كان لفتح الرمل، ابو النيل الرملي، ده يوسف ادريس، دول كان بيعرفوا اغاني ام كلثوم. احنا كنا بنقدم لهم الشاي والقهوه في صوره بره ادي قهوه لنجيب محمود، تاخدها صوره كده. طب عم جرجس كلمني، هل الشباب اللي بيقعدوا دلوقتي سلوكهم ايه؟ يعني في ناس كتير بيشتكوا منهم، بيقولوا بيقعدوا على القهوه دلوقتي شباب بيبقوا قاعدين بطريقه مش كويسه، او بيجيبوا بنات، او احنا هنا احنا مانعين حاجات زي كده. احنا مش استاذ مجدي بقول لك، انا مش عاوز يعني، عاوز ناس يعني نضاف، ناس كويسه، مش بتوع مشاكل. حال واحد داخل مع الست بتاعته او خطيبته حاجه زي كده يعني، حاجات زي دي ما عندناش احنا كده.
وده قاعد جديد الفقار كان جوز ساكن حمامه قبل الممثل يكون ده. انت شايف الهاوي كان زمان ازاي ومين كان بيقعد عليها وايه الكلام اللي بيتقال على هاوي ودلوقتي انت شايف مين بيقعد على هاوي وايه الكلام اللي بيتقال؟ يعني زمان كان ممكن مثلا تبقى ادوات ثقافيه نفس القعده ادوات ثقافيه كل طاوله كل ترابيزه قاعدين عليها مجموعه ثقافيين بيتكلموا في السياسه بيتكلموا في الفن كان في كلام يتقال. دلوقتي ما بقاش الوضع زي الاول شغل الحياه من جهه ومن جهه ثانيه اتغيرت الناس مش هي الناس اللي كانت بتطلع تستمتع بوقتها بعكس مكان ده الفرق ما بين زمان ودلوقتي. طب زمان بقى زمان فعلا كان بيقعدوا فئات مثقفين الفئه دلوقتي الشباب كلمنا عن سلوك الشباب على القهاوي دلوقتي ومين يعني مش بالنسبه للشباب اليوم طبعا معروف يعني اتجاهاتهم ايه وبيجي يفكروا في ايه يا اما بيتكلموا في البطاله يا اما في مشاكلهم الشخصيه مبقاش فيه اللمسه الجميله اللي كانت موجوده اللي انت مثلا ممكن تقعد مثلا دي تعمل قعده سمر مبقاش موجود انت فاهم عليها. احنا كنا زمان مثلا اصدقاء بنتواعد هنا بنيجي ممكن مثلا بناكل بنقعد ساعتين ثلاثه مع بعضينا وبنقوم كل واحد بيروح مكانه. اليوم زي ما انت شايف حتى المكان مبقاش جذاب زي الاول. زمان كنت تلاقي ناس الصبح كده كله قاعد بيخطب مليانه فرق الطرق مليانه ناس وتقريبا معظمهم بيعرف بعض انه متعود على المكان انت كل مجموعه ليها مكان بتحب تقعد فيه. اليوم انت دلوقتي كنت من الناس اللي هم دايما كان بيجوا على قهوه ريش وانت واصدقائك ومعارفك واحبابك باجي لوحدي يعني دايما باجي هنا وكل واحد يا اما بفطر يا اما بتغدى. نالك نفسك؟ حسن البريد عشان صورتك حلو. حسن البريد كلمنا عن حسن عن قهوه البورصه ازاي كان زمان ومين كان بيقعد عليها زمان وايه الحكاوي كان بيتقال زمان على البورصه ودلوقتي مين اللي بيقعد عليها وايه الحكاوي بتتقال عليها دلوقتي؟ والله انا في المهنه دي من 91 يعني من بقالي فوق ال 20 سنه دلوقتي ما بحس ان الشغل بتاعنا يوم 91 يعني كان الناس زي ما تقول الناس محترمه بامانه يعني كان بتيجي كان كل واحد ياخد مشروبه وعارفين الزبون اللي جاي ده طلبه ايه كنا بنحضره له كانت ناس محترمه تاخد بعضيها كده بمشربها تاخد المشروب بتاعها بحضرها ويتوكلوا على الله على طول. النهارده تعالى تشوف بعد ثوره مبارك بتاعت 25 دي اللي عدت دي لحد وقتنا هذا والله الدنيا اختلفت مش في القهوه بس الشغل لو عامه يعني اختلف عن الاول كتير دلوقتي معظم الناس اللي بتيجي مش قد كده شباب بنات واقول لك حريم كبار في السن من الصغارين يعني بتبقى اخر الكلام كلمك بامانه يعني فعلى مدار الورديه الواحد ما اللي بيشوفه على مدار الورديه لحد ما بيشطب يعني بيشيل هم الدنيا كلها والله بكلمك بامانه بيشيل هم الدنيا كلها من اللي بيشوفه. اقول لك ايه يعني بنات يعني هم في منتهى البوظات شباب في منتهى البوظات ما تفرقش البت عن الواد دلوقتي ما تفرقش الواد عن البت قاعده في منتهى البوظات كلام قله ادب يعني ما عدتش قهوه زي القهوه من سنه 91 لحد النهارده شغل القهوه اختلف كل اللي فيه دلوقتي عايزين فلوس وخلاص بصرف النظر عن اللي يحصل بقى في الاعداد تمام انت شايف كل حاجه قدام منك بص ولك انك شايف في سبيل الراجل لما يقوم او الزبون تاخد اللي انت عايزه منه تحاسبه على اللي انت عايزه منه وبالتالي الزبون بيتعود على المكان ده طالما في كل حاجه بتحصل ما فيش حاجه بيتكلم الزبون بيتعود على المكان ده مره واثنين وثلاثه بيجي والدنيا بتبقى حلوه معاه. انت لما تلاقي حاجه غلط قدامك يعني حصلت قبل كده معكسات هنا في القهوه كتير ويا ما اتكلمت ويا ما حصل مشاكل انا معايا شخصيا بسبب حاجات انا كنت بشوفها وكنت بعترض عليها وبتكلم الناس اللي كانت بتعمل الاشياء دي انا كنت في الاخر يعني كنت بعد الكلام ده كله انا كنت بطلع غلطان انا غلطوني قلت سيبه انت مش هتعدل الكون انت مش عارف خليك في نفسك انا الواحد شغال غلط. قولي زي ايه الاخطاء مثلا يعني غلط من الاخطاء اللي انت شايفها ان دي يعني ابيحه او قاعده مش كويسه؟ بقول لك ايه احنا لا ابيحه بص من الاخر كده الديمقراطيه
الديمقراطيه اللي دخلت فوق زياده عن اللزوم، بحت للشاب والشابه ان يعملوا اي حاجه. واضح النهار هنا محدش يقدر يقول لهم عيب، لو حد قال لهم عيب يبقى هو اللي وحش. بكلمك جد والله، يعني انا لو شفت حد بيعمل حاجه وحشه وجيت قلت له عيب كده اقعد اقعد احترامك، ابقى انا اللي وحش. فهي ملهاش حل، ملهاش حل بجد.